عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية العاشرة لهذا العام عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس. واستذكر المجلس في مستهل جلسته مآثر فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما قدمه سموه رحمه الله، وما اطلع به طوال مسيرته المباركة من مواقف خالدة وعطاءات ناصعة وجهود جليلة في خدمة جلالة الملك المفدى ووطنه وشعبه. كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بالثقة الملكية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء. وأشاد المجلس في هذا الصدد بالكلمة التي تفضل بها سموه، والتي عبر فيها عن اهتمامات الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة من مسيرة التنمية والتطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر والمستقبل. وثمن المجلس بخالص التقدير الدور الريادي الكبير الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم القضايا العربية والإسلامية. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستهلها بمتابعة المستجدات حول فتح المساجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية، معربا عن ارتياحه الكبير بما أظهره المواطنون والمقيمون الكرام من وعي والتزام طوال المرحلة الاستثنائية الماضية.